السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشتغل حاجه دي مختلفه جدا عن الشغل اللي احنا متعودين عليه. هنشتغل باسكت، بس الباسكت المره دي هتكون بخيط الكليم ومعموله بطريقه المكرميه. طب باسكت كليم مكرميه ازاي؟ ده كله هنشوف دلوقتي مع بعض. هنستخدم الخيط ده، خيط كليم مصري. تمام، طبعا احنا يعني تعبنا قوي من فكرة ان انا اشتغل باسكت كليم ويوجع لي صوابعي وصوابعي يا جماعة مش عارف ايه، فالمرة دي يعني نغير. هنقطع كده منها حبال كده. تمام، الحبل ده يعني من 5 متر ل4 متر على حسب ما انت عايزة. طبعا لما بنحتاج، انتوا عارفين ان احنا بنوصل في الاساس، مفيش مشكلة. همسك كل حبل اتنيه كده نصين. تمام، اهو، وابتدي ادخله كده واروح مطلعه الطرف وسحبه. طبعا كده بصوا، ما ينفعش يكون دي كده ودول كده، لازم كلهم يكونوا في نفس الاتجاه. يعني بمعنى ذلك ان انا كده ايه، الاتجاه بتاعنا كده غلط، فهضطر ان انا افكها. اوكي، واتاكد ان الاتجاه بتاعي مظبوط. يعني المره دي بقى كده ادخل الخيط واروح سحباه في الاتجاه الصح عشان يوازي بعضيه بالمنظر ده. طبعا العرض اللي انا هقيسه دلوقتي ده يعتبر ارتفاع الباسكت بتاعتي. بصوا كده ايه، 26 سنتي. تمام، طبعا بالنسبة للعدد انا عملت كده كام؟ ادي كده 1 2 3 4 19 20 حبل. 20 حبل يعني ب40 واحدة من اللي هما الدبل دول او الميجوز، يعني لان احنا طبعا كل حبل كده بيبقى دبل. تمام، هنقسمهم تمانيات، يعني تمانية تمانية. اوكي، تمانية، وادي تمانية وتمانية. طبعا هما ما ينفعش يكونوا بعض عن بعض كده، بس انا يعني احاول ان انا اوصل لكم هي ماشية ازاي. طبعا العدد بعد كده هيبقى من الحبال دي، يعني تمانية يعني اربعة من هنا من فوق. طبعا اللي هما مفرد كده هما اربعة، لما نيجي نضمهم على بعض كده بما ان الواحدة منهم دبل فهيبقوا تمن ايه، تمن وحدات. هنبتدي بقى، هسيب اول اتنين واخد الاربعة اللي بعديهم، طبعا الاتنين الباقيين من التمانية هسيبهم برضو. هجيب الحبل الاول، الاتنين دول في النص زي ما هم هم، احط الحبل الاولاني على الاتنين كده، الحبل التاني وراهم. تمام، هاخد كده بصباعي طرف الحبل الاول، ماشي، وهدخل بصباعي الطرف الثاني من الحبل. شايفين؟ وابتدي بقى ارفعها واربط، بس مش اربط بمعنى ان انا بعمل عقد تأثر على الشكل. عقد ليها منظر يا جماعة، يعني الفن المكرمية عامة كله فن، يعني مرتبط ان انت على عقد خيوط معينة بتربطيها بشكل شيك تدي معاكي مناظر روعة. يعني طرف الخيط بقى فوق اهو، وده بقى الورا. دلوقتي اللي فوق ده هحطه كده ورا، واللي هو الورا دوت هجيبه هنا لقدام. تمام، بنفس الطريقة باخد الخيط كده من ورا، طلعه لبرا، واخد الخيط اللي هو لبرا ادخله جوه، وبرضو اقفل بالمنظر ده.
دي طبعا ملمسها ان هي لازم تكون مبططة، يعني لو هي عاطية معاكي حاجة زي الكورة كده فهي كده مش مظبوطة معاكي. تمام، دلوقتي ادي كده فيها اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي كده ايه دول 8 بالنص كده بالظبط. تمام، هاجي اخد الحبل اللي هو التامن ده او الاخير من ناحيتي. تمام، هاخد واحدة واحدة وابتدي ان انا اربطها عليه. بربطها ازاي؟ شايفين الحبل اللي انا اساسا هربط عليه كل الحبال دي اهو، وادي الحبال اللي انا هربطها، وابتدي ادخلها في الايه في الفتحة كده واسحب مرتين، كل مرة كل حبل بيدخل مرتين، يعني بعمل عقدتين ورا بعض. تمام، التانية برضو. طبعا انتي لو لسه اول تجربة ليكي في المكرمية فانتي اعملي الموديل ده على حاجة تكون صغيرة كده خالص، وابتدي بعد كده ايه لو عجبك وحسيتي ان انتي خلاص بقيتي يعني متمكنة فيها، ابتدي بقى ايه اشتغليها على حاجة ضخمة، عشان طبعا طول الحبال زي كده يعني هيلخمك ومش هيخليكي تعرفي تدي نتيجة حلوة في الاول. تمام، ادي كده ايه 3 اهم، الرابع انا ماسكاه في ايدي. تمام، ادي كده خلصنا من اول ايه واحده. تعالوا بقى نمسك الاربعه التانيين. على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه، انا شغاله على شماعه عاديه، بصوا شماعه عاديه من بتاع الملابس دي، وعاملاها للموضوع بتاع المكرميه ده. تمام، هبتدي برضو، ادي اول طرف اهو، الطرف ده يا جماعة هيجي يقفل هنا كده كروس، فاهميني؟ برضو نفس النظام، طبعا الحبال كلها بتتحرك اللي انا هربطهم الا الحبل اللي انا ايه مفروض ان انا بثبت عليه كل الخيوط دي. طبعا كل حبل بيتربط مرتين. تمام، دلوقتي بصوا معايا الحبلين دول اللي المفروض اجمع بيهم المنظر النهائي، برضو نفس الطريقة. كونت لي زي مثلث كده بسيط، وفي في شكل فيه في النص منظر كده جميل ليه. طبعا هبتدي ان انا اعمل نفس اللي عملتهم في الثمانية دول، هعملهم فيهم كلهم نفس الطريقة بنفس الاسلوب، مفيش اي تغيير. تمام، طبعا انا عشان ما تلخبطش بصوا بربط كل 8 مع بعض، واي وقت ما اعملهم اروح ايه فكاهم، بالذات في البداية يعني عشان اللخبطة وكده. 2 4 6 8، باخد الاربعة اللي في النص واسيب الاتنين من كل طرف نفس الطريقة، بس المرة دي بقى هنسرع شوية. تمام، اللي جات لفوق برجعها لورا، واللي جات لورا بجيبها لقدام، وبرضو بطلع الخيوط من الجوانب. انا على فكرة هحط لكم صور توضيحية على صفحة الفيس وعلى الانستا لو حابين ان انتوا تعرفوا اكتر يعني بالصور. تمام، بربط برضو هنا عقدتين زي ما عملت هنا، ابتدي بقى اجيب التمانية اقسمهم كده بالنص، ادي 2 4 وادي 2 4. تمام، الحبل اللي انا هربط عليه دايما بيكون في الطرف، بعمله زي الاكس كده، وابتدي ان انا اربط عليه كل الحبال اللي عندي. طبعا انتي بتربطي في نفس الاتجاه، يعني لو ملاحظين هتلاقوا ان الحبل نفسه هو اللي بيتحرك اللي هو هيتربط، لكن اللي هيتربط عليه بيبقى حر يعني،
ده طبعا كل مرة بعمل نفس الطريقة. ابتدي ان انا يعني ايه، لو حسيت ان ايدي بتشد احاول ان انا ارخي الخيط مرة تانية، وادي الاربعة التانيين برضو شوفوا، يعني ده بيجي هنا كروس كده عشان يقفل على ده، طبعا ده بيجي كروس، وانا بقى ايه بحرك برضو الحبال اللي هتتربط. بصوا الحبل انا بجيبه من تحت كده، شوفوا صباعي فين، بروح مدخلاه في الايه في الفتحة، وبصوا لما اجربه مش بربط كده، لا بربط كده وثبتها مرتين، في كل مرة في كل حبل بيتربط مرتين. تمام، باجي برضو عند قفلة الترينجل بتاعي او المثلث برضو نفس الطريقة، وبقفل على اتجاه واحد، يقفل على اتجاه دي يقفل على اتجاه دي، انا هقفل على الاتجاه ده. بصوا لو هقفل على الاتجاه التاني كانت تبقى كده، فاهميني؟ طبعا انا هعكس كده وبرضو مرتين. اوكي، اللي احنا عملناه في دول هنطبقه في الباقيين كلهم، اخلصهم وارجع لكم مرة تانية. كده احنا خلصنا المثلثات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، طبعا ادت شكل متوازي. لو انتم عايزينها اكبر مثلا من المقاس بتاع اللي هو كان 26 تحديدا، طبعا هي هتزيد شوية معايا، يعني هي مش هتكون 26، هي مثلا هتقفل معايا مثلا لحد 28، لان المثلثات دي زي ما انتم شايفين بصوا يعني هي كده دلوقتي، اهو لو جيت قست من تحت هتلاقوها 27، فاهمني؟ لو انت عايزة تزودي هتزودي اربعة، بمعنى هتزودي حبلين حبلين من اللي هم عملناهم في الاول دول، اللي هم بمعنى اصح يبقوا لما تيجي تعمليهم مجوز هيكونوا اربعة معاكي، عشان هنا لو جيتي حسبتيها هتطلع العدد معاكي فردي لو انت زودتي بس حبل واحد، فاهميني؟ ده كده ايه المنظر اللي احنا عملناه. نبتدي بقى نستكمل مع بعض. طبعا بصوا كل منظر كل مثلث عفوا هيكون ايه طالع منه الحبال اللي انتوا شايفينها دي. بصوا انا هفسرها لكم كده من بعضها اهي، تمام. ودول كل مثلث هتلاقوا معاه الموضوع ده اهو، بعد كده اهو واهو، وصلت؟ هتلاقوها ايه مفرطة بعضها كده، وهتلاقوا اربعة من هنا وادي اربعة من هنا. اوكي، نبتدي بقى نشتغل مع بعض. هاخد الاربعة اللي في النص دول، تمام، واعملهم برضو بنفس الطريقة. شايفين؟ وبعد كده هبتدي بقى اجمع ال، يعني شوفوا هنا الحبل اللي هو مثلا جاي على الطرف جاي كده، شايفين؟ هبتدي ان انا برضو امسك عليه نفس الطريقة. يعتبر بكمل الاضلاع بتاع المثلث بتاعنا مع اتجاه الخيط. تمام، اجي برضو هنا واعمل نفس الطريقة. بصوا هقفل كده، وصلت؟ فايه هشتغل في اتجاه الخيط اللي هو الخيط اللي هنا ده، هشتغل في اتجاهه عكس. كل خيط بربطه مرتين واروح سايباه. تمام، واجي برضو دولة
او حرقتها. شايفين؟ طبعا دول كده خلاص، اكمل بقى في الباقيين. ادي 2 اهم، وادي 4، تمام. واسيب برضو الاتنين اللي هم هنا، واسيب الاتنين اللي هم هنا نفس الطريقة. اربط الاول الاربعة ببعض. طبعا في طريقة تانية، ان انتي ما بتربطيش الاربعة، بتسيبيهم حرين، فبيدولك منظر تاني في قلب المربع ده. بس خلينا دلوقتي في الطريقة دي. وممكن ان انتي ما تربطهمش للاخر يعني لو انتي عايزة. اوكي، هبتدي بقى اخد الاربعة واخد الاتنين اللي هما كنت شغالة عليهم، تمام. شايفين؟ برضو هعمل الاكس بتاعت الايه، الشغلانة بتاعتي هي اصلا هتلاقيها حتى، بصي، محددة نفسها من المربع يعني. بصوا من هنا اهي، يبقى انا هشتغل في الفتلة دي من هنا، فاهمني؟ يبقى انا هشتغل في الفتلة دي وهكذا. اخد برضو الاربعة الباقيين وابتدي برضو ايه، بصوا دي برضو هتقفل اكس هنا كده، فهي دي اللي انا ايه هشتغل عليها. طبعا خيط المكرمية بيبقى فيه احيانا كده اللي هو الرخيص يعني، بيبقى فيه تخين ورفيع وكده. لو انتي مش حابة ده ممكن تجيبي خيط الكليم، عفوا. لو انتي مش حابة ممكن تجيبي خيط المكرمية الاساسي، او تجيبي خيط الريبون التركي اللي هو بيبقى برضو خيط كليم بس نظيف يعني، تمام. بعد كده برضو اربط نقطة الالتقاء بتاع المربع بتاعي. كده انا خلصت دول، هكمل برضو دول وبعديهم دول، تمام. وبرضو الاربعة دول احرار زيهم زي الايه الاربعة الاولانيين. هكمل بقى دول وارجع لكم مرة تانية. كده انا خلصت المنظر الموجود بتاعي، هيتبقى معايا الاربعة اللي هنا والاربعة اللي موجودين هنا. تعالوا برضو نوازي المنظر. هجيب كده، طبعا دي هتبقى نص مثلث بس من الجنب، فانا هربط على طول. طبعا المنظر ده ممكن ان انتي تفبركيه على ستارة، على شنطة يعني. المسألة ممتدة ومفتوحة جدا. الحبل الرابع اهو، بجيبه كده اكس وابتدي برضو ان انا اربط عليه. طبعا الحبل ما بيتحركش، اللي بيتحرك الحبال اللي انا هربطها. شايفين؟ مش بربط كده، لا، بربط كده الجنب بحيث ان انا اكون المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ان احنا ايه وزينا المنظر بتاعنا، هنبتدي بقى المرة دي نعكس يعني. هناخد كده، ماشي، كده علامات الالتقاء يا جماعة بتاع الايه المثلثات يعني. شايفين اهو علامة الالتقاء بتاعته، وادي علامة الالتقاء بتاعته، فاهمني؟ وادي برضو نفس السيستم بس كده اهو. اوكي، هبتدي برضو اعمل نفس الطريقة. لو ملاحظين المقاس معايا بيكبر، فخدوا بالكم قوي من المرحلة دي. ادي برضو 2 وادي 2، تمام. هاخد الاربعة اللي في النص واربط زي ما اتعودنا. تمام،
اللي الجزء بتاع الفتلة بتبقى لبره كده بدخلها ايه لورا، واللي الفتلة بتاعتها بتبقى لجوه بجيبها لقدام. المنظر ده تمام. تعالوا بقى ايه نربط الاكسات اللي احنا بنشوفها دي. طبعا انتي لو جايبة خيط مكرمية في الاساس وعاملة بيه الموديل ده على ستارة يبقى جنان. تمام. برضو الاربعة التانيين دي بتيجي اكس كده تقفل الدنيا دي كلها. شايفين؟ نقفل بقى نقطة الالتقاء بتاع المثلث بتاعتنا. هنبتدي بقى نسيب دول كده وناخد دول. هبتدي برضو اقفل الجزء بتاعي. تعالوا نقفله من هنا المرة دي. دي اهي وكل الخيط بيتحرك حواليها وهي زي ما هي ثابتة. دي بنقفل عليها الخيط. تمام. هسيب برضو دي وهاخد دي الاكس بتاعتها اهي. ابتدي ان انا اقفل عليها برضو نفس الطريقة. شايفين هنا موصلة اهو متخيط. بعد كده نبتدي نقفل. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هبتدي ان انا اكمل بقى شوية كويسين جدا كده وارجع لكم مرة تانية. جينا دلوقتي للمراحل اللي هي بقى المتقدمة. احنا اللي انا عملته ده كله تمام اهو. هو اعادة للي احنا ايه اللي احنا الكام صف اللي احنا اشتغلناهم بيتعادوا كذا مرة، وهي هي نفس الطريقة على فكرة يا جماعة، والله ما في اي اختلاف. تمام. المرحلة بقى اللي انت هتقابليها بعد ما تخلصي الصف اللي انت شفتيه معايا تمام، هتقابلي شوية لخبطة. يعني احنا دلوقتي هنشتغل في الأصفف اللي هي بقى الجانبية دي، هنعملهم الأول وبعد كده نبتدي نعمل الحاجات دي. طبعا انتي هنا بتيجي عند الجزء اللي هو عامل زي التمانية ده، بتاخدي أول اتنين تمام وبتبتدي تعدي تلاتة من هنا وتلاتة من هنا، وعشان تحس ان هي مظبوطة هتلاقي الجزء اللي هو عاطي التقاطع ده او الكروس ده ماشي مع الفتلة هنا وماشي مع الفتلة الجنب التاني، والأربعة دول هيكونوا أحرار والأربعة دول أحرار. تمام. طبعا انت لما تيجي تمشي الجزء اللي هو الكروس ده في كل مكان هيتولد معاكي أربعة من هنا تمام وأربعة من هنا في نفس الصف ملهمش أي اتجاه. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتستخدمي مشابك زي كده، مش لحد ما تكون ملونة يعني، انا عملتهم بس للتوضيح. يعني انا بعد هم مثلا ادي الاتنين اهم اللي هم في النص بتاع التقاطع بتاع المثلث اهو تمام، ثلاثة من على الشمال وثلاثة من على اليمين، وهمسك المشبك تبعي واروح ايه جمع بيه التمانية دول. كل تمانية في اي تقاطع على حسب المساحة والحجم اللي انت بتشتغلي فيه، اي علامة اللي هي التمانية دي هتبتدي تعدي تمانية زيهم وايه يكونوا تحتيهم. ولازم تكوني يعني فهمني الجزء اللي هو اللي بيقطع التقاطع ده بعد كده تمام من هنا ومن هنا تكوني متأكدة ان الحبل طالع منهم، فهم كده التمانية بتاعتك. هيتولد معاك اربعة من هنا واربعة من هنا،
دول سيبيهم زي ما هما، ما تعملهمش الا لما تخلصي دول الاول، هتبتدي الايه الرؤية معاكي توضح. هنستكمل في الصف على طول اللي بعده. احنا عملنا الصف اللي فات كان كله اللي هو الجزء، شايفين اللي هي من هنا كده مقفول ومن هنا مقفول. المرة دي بقى نشتغل الجزء اللي هو ده، شايفينه احنا عملناه قبل كده بس برضو ايه هنشتغل مع بعض تاني. وفي حاجة كمان عايز اقولكم عليها، انا زودت الوان، زودت لون، لان انا طبعا اللون اللي معايا ده خلص، فجبت واحدة رمادي اهي وابتديت ان انا اشتغل بيها. ودي يعني مش مشكلة رهيبة، ده هتعمل لي تعشيقات الوان تحفة. كل اللي انا عملته ان انا جبت الخيط وقطعت برضه 4 متر من كل حاجة، ويعني مش في كلهم، يعني انا مثلا دي لسه ما وصلتهاش لان طبعا لسه قدام الخيط طويل، فبدل ما الخم نفسي يبقى انا ايه مرتاحة. بالنسبة للحاجات اللي احتاجت الطول فانا عملتها وصلتها بالخيط، ولازم تقفلوا الخيط يعني يكون مبروم كده عشان ما يبانش معاكم، وتبان ان اللون كأنه نازل ايه يعني مش لون تاني فيه، كأنه مدموج في نفس القماش. تمام، نشتغل بقى مع بعض. طبعا اهي دي اتجاهها زي ما انتوا شايفين كده، كل واحدة بربط مرتين. ده لون تاني اهو. شايفين بدخل الخيط مش بعقد كده، لا بعقد كده باتجاه الايه الخيط تبعي. اوكي، دول كده ايه الاربعه تبعنا اللي احنا خلصناهم. هنيجي بقى لدول. تمام، احنا معلمينهم اهو. هشيل بقى المشبك وابتدي الاتنين اللي قدام اهو في النص، واخد 2 كمان. احنا عارفين طريقة الربط بتاعتنا، هاجي بقى للجزء اللي هو هنا. طبعا شايفين دي يعني اهو، بصوا ده الكروس اللي هيقفل هنا. ببتدي اربط برضو في اتجاه الخيط، طبعا انا بما اني دخلت لون تاني انا محتفظة برضو بجزء بسيط من اللون ده عشان لما اجي اعمل القاعدة بتاعته يبقى المسألة معايا متوازية، يعني مش يبقى شكله منفر او الالوان يعني مش ممتزجة مع بعضها، فلازم تكونوا حاطين في بالكم حاجة زي كده. تمام، هجيب الجزء ده وابتدي برضو اربط بنفس الطريقة. هو كل اللي محتاجه الباسكت بتاعنا شوية تركيز كده وروقان، هتعملي احلى باسكت. يا بتربطي على الاتجاه ده يا بتربطي على الاتجاه التاني زي ما انت عايزة. بدأت توضح معايا الرؤية، وادي كده الجزء ده خلصناه. ما كيش دعوة دلوقتي بدي، ابتدي في كل 8 بس اللي هي الاجزاء اللي هي يعني تحسي ان هي مستقلة بذاتها، ما كيش دعوة بالخيوط دي، هتبتدي دلوقتي تتعشق مع بعضها. نفس الطريقة تمام اتجاه ده برضو. الاتجاه العكسي عشان نقفل مع بعض بقى كده. لما بنيجي للكروس هنا
بنقفله على الاتجاه اللي احنا عايزينه، يعني قفلتيه على الاتجاه ده يفضل الاتجاه ده، لا قفلتيه على الاتجاه ده يفضل نفس الاتجاه وهكذا. تمام، ادي كده برضو الجزء ده كده خلاص جمعناه وخلصنا منه. تمام، حتى بصوا ممكن ترجعي تحطي المشبك كده عشان تعلمين نفسك لو انت حابه. نشتغل برضو على الجزء ده. تمام، وهشتغل على الاربعه دول، وهيبقى معانا الاجزاء اللي هي الفوشيا دي، وهقول لكم دلوقتي نعمل فيها ايه. اخلص دول وارجع لكم. تمام كده احنا خلصنا المرحله اللي احنا شفناها دي، هنيجي بقى لمرحله الاجزاء اللي هي دي فعليا الصف الثاني، اللي هي الاربعه اللي هيبقوا معاكي من هنا، الاربعه اللي هيبقوا معاكي من الجنب الثاني، دي فعليا الصف الثاني. بمعنى ان انا دلوقتي لو جيت فكيت المشابك بتاعتي كده بقى خلاص. تمام، الاربعه دول لو جيتي خدتي الاربعه دول اللي هم خلاص اتعملوا، هيكونوا معاكي الايه، الثمانيه اللي احنا دايما بناخدهم. تروحي حاطه فيهم المشبك لو انتي بتتلخبطي. اوكي، ودول كده فعليا هم الثمانيه برضو اللي انتي بتشتغلي بيهم. تمام، هتلاقي شكلهم بعد ما تخلصي وضح، بس انتي مش هتقفليهم في نفس الصف. تمام، ثانيا برضو اهم. تمام، وهيبقى معاكي الاربعه دول، وهيبقى معاكي دول لو جيتي حسبتيهم هتلاقيهم مثلث. اوكي، فبرضو هيبقوا 8. طبعا هتلاقي دول كده بقيوا معاكي. طب بقيوا ليه؟ لان برضو الصف اللي فات كان فيه برضو اربعه من هنا واربعه من هنا، فلازم يبقى ايه، اجزاء كده يعني مش متوفقه مع بعضها، بعيده عن بعضها، عشان تعملي السنبوكسات اللي انتوا شايفينها دي. فانت فعليا لما بتيجي تشتغلي عشان ما تحسيش بلخبطه، انت بتمشي مع الاضلاع دي اللي هي البارزه دي. تمام، وبتمشي مع التقاطع بتاعها وانت رايحه وانت راجعه، بحيث ان انت تكوني في النهايه الشكل ده. تمام، وطبعا كل ما بتمشي معاهم بيتكون معاكي 8 فتلات من دول. تمام، التمانية بتربطي الاربعه اللي في النص، والباقي بيجي كروس مع الايه، مع المنظر العام. اوكي، يعني هي مش صعبه، هي بس محتاجه تركيز، وفي الاول خالص بتعتمد على عدد وفكره جديده بدل الكليم والتعب بتاعه ووجع الصوابع. يعني انا بالنسبه لي الشويه اللي انتوا شفتوهم دول في الاول، اللي انتوا شفتوهم قلت لكم ان انا عملتهم في يوم، فاهميني؟ وعلى فكرة انا مش يعني مش سريعة جدا في المكرمية، ممكن انتي تاخدي يومين على حسب الفضة بتاعك، بس هي في الاساس يعني مش بتعتمد على الارهاق بدني ولا حاجة، بس هي يعني بتاخد وقت اقل من الكريم اللي احنا بنشتغل بيه في الابرة. ولو ما خدتش وقت اقل وخدت نفس الوقت معاكي، على الاقل خالص مش هتتعبي التعب اللي بيحصل معاكي في الكريم الطبيعي. كما ان في ناس كتيرة بتشتكي من الكريم المصري ان هو مش حلو، ان هو بيمط، ان هو كده، فدي فكرة يعني تخلينا شوية نستخدمه بشكل الطف، وبالذات ان هو ارخص شوية من الكريم التركي والحاجات دي. طبعا المخيط بيفضل يقصر معايا خالص كده لحد ما يبقى خلاص مفيش، الفتله صغنطوطه كده هي اللي معايا اهي من الفتله اللي انا ماسكاها. ساعتها ان انا ايه، ببتدي اوصل الجزء الرمادي بالجزء اللي هو لونه طوبي ده. عايزاكم في التعليقات تدوني رأيكم اذا كان المشاريع من النوع ده عجبتكم وحاسين انها مختلفة فنكتر فيها، او ما نعملهاش من اصله. تمام، هروح كده. طبعا ادي اتنين اهم. تمام، انا بروح عند التقاطع ده يا جماعة ببص عليه، يعني انا ممكن اخطأ في العدد اللي احنا شفناه ده واقول مثلا انه مش مظبوط او ما نفعش معايا، بس دول بيحكمولي اللي هو الجزء بتاع الترينجل ده. تمام، ببتدي ان انا امشي معاه حته حته، هبص الاقي ان انا مشيت ايه،
طريقة صحيحة. احيانا ممكن تحسي ان انتي يعني لبخت الدنيا وان انا كده لازم افك، لا ممكن تشتغلي شوية كده يعني اللي هو اتحكي على نفسك، اشتغلي حبة كده ممكن تلاقيك انتي ملبختيش الدنيا ولا حاجة، بس ان انتي عينك مش شايفة التنظيم اللي ماشي بيه الخيط. مش الشكل ده، تمام؟ شايفين انا دول مثلا معايا 4، هاخد 2 من هنا واتنين من هنا، تمام كده انا كونت معايا الجزء ده. هتلاقوا برضو ايه في 4 بقيوا، كل ما تشتغلي هتلاقي في حاجات كده كأنها مش مظبوطة، بس لما تبتدي تشطبي الصف كامل هتعرفي ان انت ايه ماشية صح. هاجي برضو هنا طبعا كنا بنربط على الاتجاه ده، الاتجاه اللي هو العكس ده، فانا هربط على نفس الاتجاه. تمام ادي كده هتلاقي اتكون معاكي الجزء اللي هو هنا اللي بيقفل، شايفين دي اللي هو زيها، تمام بعد ما خلصتي المراحل دي. وهتلاقي عندك هنا زيهم بالظبط، اوكي ادي كده دول 2 اهم، وادي الـ4 تبعنا. هاخد دي بقى كده ونبتدي نعمل التقاطع. طبعا انت بتاخدي اول واحدة اللي هي شايفينها كده، هتعمل لك دلوقتي الجزء ده من المثلث. طبعا على فكره يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، هو الملمس ناشف مش مرن ابدا، يعني ده هيكون ثبت واقف زي الكليم العادي. الجنب التاني طبعا الحبال احيانا بتكون طويله، دي مش مشكله ابدا لان ده مفروض ان هي تكون طويله وان انت ما توصليش كتير، بالذات لو شغاله بحبال مكرميه بجد. لكن احنا طبعا بما اننا شغالين بكليم مش فارق معانا قوي فكره الوصلات، لان كده كده بتتخيط ومش بتبان على فكره، يعني دي مثلا في بتاع 3 4 وصلات اللي انتوا شايفينه ده ومش باين. كده كوننا مع بعض الجزء ده، هو هو ده، تمام. هبتدي ان انا اعمل هنا نفس النظام وهشتغل دي، لان دي طبعا لسه ما كملتش، وارجع تاني معاها. تمام كده انا خلصت الصف، يعني عملت الاتنين التانيين خلاص، بدأ يظهر معانا اهو الاجزاء بتاع الالوان. كل اللي انا هعمله بقى تاني ان انا هاجي دلوقتي عند الكروس اللي هو الـ8 ده، اخد 2 اهو، بعد كده ادي كده 3 يبقوا 5، و3 يبقوا 8، هيكون لي المنظر برضو بتاع المربع. اروح حاطه فيهم المشبك، لو بتتلخبطي حطي مشبك عشان ايه يعني ما يبقاش معاكي مشكله دايما. برضو هدي الجزء اهو بتاع المثلث، ادي 2 اهم كده 4، وادي 2 6، و2 8، واروح برضو حاطه المشبك. تمام دي ما فيهاش مثلث يبقى ملناش دعوه بيها. هاجي هنا عند الجزء اللي هو المثلث، 2 اهو كده 4، وادي 2 و2. مش عايزة اتعلميها من المثلث، هتعلميها من الجزء ده، تمام. والجزء ده شايفة اهو اللي في النص ده هيبقى تبعها، برضو تروحي حاطة المشبك. تمام بالنسبة لهنا الـ4 بتاعتنا اهو اللي هي هتولد لي الجزء الفارغ ده، تمام. الـ4 التانيين اهم هيتولد معاكي برضو 4 اهم و4 تانيين اهم، دول مش هنعمل فيهم حاجة، دول هيكونوا الصف اللي بعده، اوكي. بالمنظر ده انا كده هبتدي اشتغل بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة لحد ما اخلص الجزء اللي هو بتاع الباسكت كله. انا خلصت كمية يعني لا بأس بها، تمام اهو.
ما شاء الله شكلها حلو. هبتدي بقى اخلص الجزء اللي انتي على قد ما هتطولي في الشغل اللي احنا شغالين فيه ده، يعني كطول على قد ده ما هيكون القطر بتاع الدايرة فيما بعد. فلازم تكون انتي مثلا محددة قطر دايرة مثلا 36، 50، 20، ايا يكن القطر الدايرة اللي انتي حباه. هتقفي عند الجزء ده كده، يعني انتي هتخلصي خلاص تمام. هتبتدي ان انتي تاخدي دوت، طبعا احنا هنشوفه في المراحل الجاية. هتبتدي ان انتي تاخديه وتروحي لفاه، على اساس ذلك هتحددي قطر الدايرة. وانا هقول لكم كل المقاسات اللي انا اشتغلت بيها في صندوق الوصف، فما تقلقوش خالص. هخلص طبعا الجزء ده خالص، يعني كده احنا يعني هنشتغل بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة لحد ما اخلصه تمام. وهرجع لكم ان شاء الله بقى ايه نقفله مع بعض ونعمل القعدة بتاعته. طبعا احنا خلصنا، بس انا حابة اوريكم تدريجات اللون بقى. بصوا يعني الرمادي يفضل ينزل 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 لحد ما بقى معشق مع اللون اللي هو الاحمر ده او الطوبي تمام. فضل يعمل كده لحد ما، شايفين، لحد ما بقى ايه يعني ممتزج خالص. وبعد كده نزل على رمادي سادة. اوكي، دلوقتي بقى نبتدي نقفل الباسكت بتاعتنا مع بعض. انا طبعا عشان ارفع الشغل ده يبقى مريح بالنسبة لي وقريب، هعمله بالمشابك وهوريكم ازاي. هجيب المشبكين بتاعتي الطبيعيين، شايفين بصوا تنتها ازاي. هاجي من هنا من الجنب واروح حاطه المشبك من نفس النظام الجنب التاني. وبكده انا ايه المسألة معايا بقت مرفوعة. ده اثناء ما انا كنت بشتغل كنت بعمل كده، بس ان انا ايه يعني المسألة بالنسبة لي تبقى سهلة. هتقفوا عند الجزء اللي هيديكم المنظر ده اللي هي سبعات كده تمام. طبعا ما تربطوش حاجة، لان البداية بتاع الباسكت فيها الرباط ده وفيها برضو السبعات دي ناقصة. يعتبر هنكمل المظهر العام تمام. فكل اللي انا هعمله ان هجيبها كده كلها، افك طبعا المشابك، شوفوا شكلها حلو ازاي. طبعا لما اجي انا اشتغل بعد كده هتبقى الجزء ده كده كله هو الراوند بتاع الباسكت بتاعتي. الطول ده يا جماعة 103 سنتي تمام. انا طبعا كده قسمت الشغل وثبتها. الشماعة على فكرة يا بنات زي ما هي اهي تمام. وادي الجزء بتاعي اللي هنا. هجيب ابرة، ابرة تنظيف، عارفين الابرة دي يعني تكون ضخمة كده ومش مرنة قوي، هي بلاستيك على فكرة بس عشان تستحمل معاكم، لان احنا دلوقتي هنجيب الخيوط دي هندخلها مكان الشماعة بحيث ان احنا نقفل ايه الباسكت بتاعنا بشكل دائري. وفي اللي هي البديل ديت لو الفتل بتاعتك رفيعة او كده، يعني زي ما انت حابة. بس طبعا ابرة التنظيف اللي هي ابرة التنظيف الاستانلس دي هتبقى فيها صعوبة بالغة جدا، لان طبعا زي ما انتوا شايفين فتحتها ضيقة تمام. فمش هتنفع، احنا محتاجين حاجة تكون فتحتها واسعة زي كده تمام. طبعا في حاجة شايفين هنا ماشي على اساسا فتلتين واتقسموا بقوا ايه، يعني هي دي كلها كانت دبل وادي الدبل بتاعها اهو من تحت. بصوا من هنا تمام. كل اللي انا هجيبه او هعمله هدخل الخيط بتاعي هنا تمام، وهروح مدخلاه في قلب الشماعة، الخيط يعني اللي ماسك الشماعة اهو تمام، شايفين، هدخله واسحب. وطبعا هتبقى صعبة معايا شوية لان انا ايه بحاول ان انا ادخل خيط تاني، فهيبقى فيه سمك يعني، شايفين. اطلع الخيط بتاعي، اشد بقى كده قوي واحاول اربط عقدة تعملي المنظر ده تمام. طبعا هي مش هتكون هي الرابطة الاساسية، بس عشان ابقى معرفة نفسي ان دول تبع دي تمام. هبتدي برضو اخد فتلتين، اخد القريبة منهم لاتجاهي، الضم الابرة بتاعتي، شايفين، دخلتها في الخيط اللي هو مكان الشماعة. الشماعة دي انا مش هشيلها من شغلي الا في النهاية خالص، عشان طبعا لو شلت ده الخيوط اللي هي بصوا ديت شايفينها اهي هتطلع مني، فطبعا مش هتنفع وهتضيع لي كل اللي انا اشتغلته. فانا بحاول دلوقتي اقفل
كل حاجة على بعضها. طبعا شايفين الفتلة اللي هي كانت معاها اهي، هاخدها واربطها كده طبعا هو عشوائي. مش ده الربط النهائي، هو ده ربط بس تشبيط يعني الجزئين في قلب بعض. تمام، في النهاية خالص بقى هنبقى ايه، نربطها بشكل نظيف يسمح لي ان هي يكون ليها منظر زي العقد دي. ادخل كده في الحبال دي وحاولي ان انتي تدخلي في قلب الحبل نفسه، يعني متدخليش جنب كده او تطلعي من هنا او كده، لان ده مش هيكون ليه لازمة ساعتها، هتكون انتي ايه يعني الفتلة بتاعتك في الخلا، فلازم تكوني متأكدة ان هي مظبوطة معاكي. انا هخلص دول مع دول وهرجع لكم ان شاء الله مرة تانية نبتدي نشطب بقى الشكل الجمالي مع بعضنا. طبعا انا رسيت على المنظر وزي ما انتوا شايفين انا ظبطته اهو. تمام، هوريكم انا عملته ازاي. طبعا انا قلت لكم الاجزاء اللي انتوا عملتوها ممكن تعلموها. بصوا انا شفت اتجاه الخيط اهو، هاخد الاتجاه اللي هو اليمين ده. تمام، هدخله في الابرة، شايفين. طبعا الاول كنت بمسك باتجاه ايدي الشمال واشتغل. الافضل يعني بعد بقى ما خلاص استقريت يعني ان انا اخدها في اتجاه ايدي اليمين. طبعا طلعت اهو الخيط من الابرة، شايفين، بربطها واروح سايبها جوا. اوكي، لجوه اللي هو جواه كباسكت كده. تمام، اخر واحده بقى. خدوا بالكم انا ما شلتش الشماعه، الشماعه اهي، وهطلعها برضه، اشد الخيط وهروح ربطها. طبعا انا قلبت الباسكت على الظهر، بس بقى بشد الخيط واربط كمان عقدة عادية، ودي برضو. باخد بقى الخيط ده، هو المفروض ان انا كده لو احنا يعني بنشتغل مكرمية في الاساس احنا بنقص ده على طول وخلاص، لكن طبعا بما اننا جماعة بتاع كروشيه في الاساس هنتوه الخيط في قلب النسيج وشغل نظيف على مكان العقد بحيث يديله متانة اكتر. طبعا انا بروح او الربطات اللي هي بتبقى موجودة بقص، وادي كده اخر حاجة. تمام، طبعا ده الظهر، شوفوا يعني بصوا شكله عامل ازاي، يعني مفيش اي تفاصيل او علامات بارزة ليه، ده شكل الظهر الطبيعي بتاعه. تمام، دلوقتي لما انا اجي، طبعا انا كده كده خلاص هشيل الشماعة، يعني هكسرها من هنا او من هنا واسحبها. وقت ما اسحبها خلاص مفيش اي مشكله معايا، المنظر هيكون طبعا معشق في بعض، واحنا خلاص وصلنا الخيوط دي في بعضيها. لو انتي عندك اللون واحد مش هيبقى فيه طبعا الفواصل اللي انتي شايفاها دلوقتي دي، انا عشان معايا هنا لونين هقلبه. طبعا شايفين ده منظر الفواصل او الجزء اللي هو بتاع الوصله، طبعا ما شاء الله شكله كويس مفيهوش اي تفاصيل تضايق او كده. لو انتي اللون او الكلر عندك واحد مش طبعا دي مش هتبان خالص خالص خالص، زي ما انتوا شايفين شكلها اهو ما شاء الله. الباسكت بتاعنا في الاساس هيكون كده، طبعا اشتغلنا على الطول ده، الباسكت بتاعنا هيكون كده اهو المنظر ده. يعني المرة الجاية ان شاء الله هننسج مع بعض برضو بطريقة المكرمية القاعدة بتاعته، اللونين مع بعض هنعمل بيهم برضو القاعدة. خيط الكليم يعني خيط متعب شوية في الشغل بتاع الباسكت، فأنا حبيت أغير، وأتمنى أن انتوا تحبوا تغيروا. ولو عجبكم الفكرة قولولي رأيكم في الكومنتات، ولو ما عجبتكوش برضو قولولي. بكده هنكون خلصنا الباسكت بتاعنا اللي هي الجوانب بتاع الباسكت، شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي. الفصل ده لو انتي عاملاه كله بلون واحد مش هيبان اصلا، ما شاء الله حلوة وجميلة. وبعدين بصوا طبعا عاملها لكم بشكل كروكي كده، شايفين، يعني ما شاء الله شكله حلو لطيف. وزي ما انتوا شايفين الجوانب بتاعته عاملة ازاي. ده كده الباسكت، الجانب بتاع الباسكت بتاعنا بخيط الكليم وطريقة المكرمية.
وبكده نكون خلصنا النهاردة الجوانب بتاع الباسكت. طبعا المرة الجاية ان شاء الله هنعمل قاعدة، دي حاجة عجيبة شوية بالنسبة لنا، احنا متعودين نعمل قاعدة قبل جسم الباسكت، بس استحملوني وهتفهموني ليه المرة الجاية ان شاء الله. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.